سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه، لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو هذا، اليوم جات عندي ماما وغادي تشارك معكم واحد الزيت. زيت ياك ماما؟ هو واحد الزيت طبيعي وزوين 100%، كيليق للناس اللي الله اكبر، كيليق الناس اللي عندهم بوزلوم، يعني سياتيك، وتيليق الناس اللي عندهم بروده، اللي كيضروا الدراع ديالو مثلا، اللي عنده بحال قطعه اللحم. هي كمان بحال قطعه اللحم، البروده اللي كيضروا كتفو ظهرو هكا، فهو مزيان، يعني كدهنوا به افيكاس بزاف. حقاش ماما اصلا كتعاني من بوزلوم، وهذا هو الزيت اللي لقات عليه راحته. دابا غادي نوضو الكوزينه، نشارك معكم النهار ديالي بعد اليوم. اول حاجه غنوضو دابا الكوزينه باش ما نطولش عليكم بزاف، باش نمشيو توجد لينا ماما هذا الزيت هذا. البنات غير جربوه، قسما بالله الا زوين. واحد النهار كان دارني هكا عنقي، كان يمكن توسد شي وسادة ماشي هذيك ودرني، وفاش مشيت عند ماما صابتو ليا مره وحده وجيت باخر وعلى خير. يلا مشيو، يلا صافي بنات، ها هي ماما غادا توجد لينا الوصفه. جابت ليا مسكينه المسمن والحريشات، كنحماق على هاد الحريشات، كيعجبوني بزاف، بنانين. وجابت لي هاد المسمن، هذا مسمن كومبلي زوين بزاف بزاف بزاف. دابا غادي ندوزو، جابت حتى باش غادي نصيبو الوصفه اللي غادي نشارك معاكم. البنات غير تبعوا هاد الوصفه، الطريقه ديالها كيفاش غادي نصايبها، حقاش فريمون شي حاجه اللي طوب وشي حاجه اللي مزوينه بزاف وغادي تنفعكم سورتو في هاد البرد هذا. ودابا البنات غادي نشارك معكم المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد الزيت هذا. غادي نحتاجو الخزامه، غادي نحتاجو الحرمل، غادي نحتاجو الفيجل، وغادي نحتاجو القرنفل. هو هذا بالنسبه للكميه البنات، فغادي تاخذوا تقريبا حفينه بحال هكا وتخدموا بها. غادي نحتاجو كاس ديال زيت العود، البنات خدو داكشي يعني بالقياس، كاس ديال زيت العود وإترو ديال الماء، وغادي نحتاجو شي كاسرول بحال هكا. دابا ندوزو لطريقة التحضير. شوفوا، فخدينا إترو ديال الماء، ضفنا عليه كاس ديال زيت العود، وضفنا عليه المكونات اللي شاركت معكم، وهكا درناهم على البوطه. غادي يبقاو يتبخوا 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 مزيان حتى الماء كينشف، ما كيبقاش، ولكن كيبقى غير الزيت، كيبقى غير الزيت بوحدو، يعني داك كاس ديال زيت العود هو اللي كيبقى لينا من بعد ما كيتبخ هذا الشيء. هانتوما البنات كما كتشوفوا، فخليناه كيطبخ على خاطرو، وبحال هكا كيبان لكم كيبقى غير الزيت، ها هما دورا غير الفقاعات ديال الزيت، يعني ما كيبقاش الماء نهائيا. غنستناو غير شويه وغادي نطفيو عليه وغادي نصفيو في كويس. كما كتشوفوا البنات، فخدينا الصفايه وكاس وغادي نصفيو هذاك الزيت من هذا الحشف هذا ديال هذوك ديال الشيبات. ثم البنات فكما كتشوفوا فاش عصرنا الزيت خرج لينا هكا كويس صافي. غادي نصبو في هاد القريعه هادي وغادي نحتفظ به في البلاكار، ما تحتفظوش به في اشعه الشمس صافي. وبالنسبه لشحال من مره كتستعمل هاد الوصفه هادي، فكل مره فيما ترشق ليكم، يعني بزاف ديال المرات في النهار، ما نقولش لك ديريها غير مره في النهار، فيما ترشق لك ديريها حتى ثلاثه المرات في النهار، دهني بها البلاصه اللي ضارك وخليها. يعني هاد الوصفه راه فعاله للناس 100%، راه هي اللي كتنفع ماما حاليا، هي اللي لقات على راحتها وهي اللي كتنفعها في بوزلو. المهم كنتمنى البنات اللي شافوا هاد الوصفه يبارطاجيو هاد الوصفه مع الناس اللي عندهم نفس المشكل، فان شاء الله تكون حسنه ليكم ولينا، ونلقى ليها الشفاء وراحته ان شاء الله.
حنا البنات في بيس كنغسل في الماء اللي خدمنا به انا وماما. فماما كانت هنايا في هذه الوقيته مشات للدار ما كانتش معايا. صافي قلت نوض نحيد عليا هذا الماء هذا باش هكا ما تبقاش الكوزينه مسخف. انا البنات ما كيعجبنيش هكا نجمع ليا الماء. والفو البنات انكم تبقاو اي حاجه خدمتوا بها غسلوها باش هكا ما تزيدوش عليكم تماره وتبقى الدار نقيه وحتى النفسيه كتبقى مرتاحه. بعد انا هذا الراي ديالي وكل واحد فاش كيرتاح. دابا البنات فبغيت نشارك معكم اخر المشتريات من ايكيا. فكما كتعرفوا في الاخر ديال العام كيكونوا دي بروموسيون بحال هكا. فخدينا هاد الحويجات اللي خدينا هاد المره بغيت نشاركهم معكم. واخا ماشي بزاف ولكن قلت علاش اللي ما نتقاسمش معكم هكا حويجات. اول حاجه غنبدا لكم بها البنات وهي الميغوار ديال التواليت. فكانت خاصاني وكان عجبني هاد الشكل هذا من شحال هذا وكان الثمن ديالو 299 درهم. وفاش شفنا في البروموسيون لقيناهم هبطوا ليها الثمن وصلوه 165 درهم. الوغ شي حاجه اللي زوينه مزيان زوينه بزاف زوينه مزيان. ندوزو دابا باش نوريكم الميغوار. هي هذه البنات هي هذه كتجي على هذا الشكل هذا. حقاش ثقيله داكشي اش ما قدرتش نهزها. راه هزيتها قبل ولكن جاتني ثقيله وعاودت الفيديو من الاول. ثقيله وزوينه وفيها 65 سنتيم على 65 سنتيم. فيها الكادغ هكا في البيض يعني سامبل كتبان لكم مضبه حقاش باقا فيها البلاستيكه باقا ما ركبناهاش. زعما حتى نركبوها ونحيدو لها البلاستيكه. زوينه بصراحه غزاله كتبان هكا صغيره ولكن هي راه كبيره. كما قلت لكم البنات هذه في البروموسيون خديناها ب 165 درهم. قبل كانت كدير 299 درهم. وغنشارك معكم واحد لارتيكل ثاني. كما كتعرفوا البنات انا البيت عندي هذا بيت الكلاس. باقا البوله باقا ما خديتش ليها شي لعيبه هكا باقا غير الخيط والبوله نسيتها هي اخر حاجه فكرت فيها. فخديت هذه خديت هاد الديكور هذا في الكرونه حقاش كما كتعرفوا الكنابي عندي في الكرونه. وهذه حتى هي في البروموسيون خديتها ب 99 درهم. وكتاخذوا ليها الخيط ديالها بوحدو ب 40 درهم. هو هذا مني غنبغي نصيبها فبطبيعه الحال غادي نشاركها معكم. كنتسنى غير سي محمد يجي ان شاء الله وينستاليها ونشاركها معكم الطريقه كيفاش غادي تنستاليوها. لارتيكل الاخر اللي خدينا وهو من الاختيار ديال سي محمد هو اللي عجبو بزاف وصراحه فريمون واعر. انا غير ما رديتش ليه البال هو اللي شافو الاول وعجبو قال لي مون هذا غناخذوه حتى هو كانوا دايرين فيه بروموسيون. هو هذا الطابلو هذا الطابلو واعر وكبير ما صغيرش كبير. هانتوما شفتو فيه هاد الفريخات هادو وفيه هاد القنينبات هادو فحال هكا. يعني الا بغيتو ديروا التصاورات ديالكم فحال هكا دي فوتو تحطوهم وكيعطيوكم معاهم هاد المقبطات هادو صغار باش الا درتو شي فوتو هكا تشدو على داك القراص. زوين عجبني. كما قلنا انا وسمو محمد قلنا كاع يمكن نخليه غير خاوي ما نديرو فيه حتى شي فوتو بحال هكا راه عطي منظر زوين. شتوه العصافير زوينين. بغيت نقول لكم البنات بالنسبه للبنات اللي كنت اللي متبعيني من قبل فكنت شاركت معكم الثوب اللي خديت من ايكيا. صيفطت به هاد المخدات هادو ها هما كيبانوا لكم في البيض هادو. فهادو البنات فاش مشيت
تصدمت، مشيت لقيتهم حتى هما مهبطين لي في الثمن في البروموسيون، والثمن ديالو هبطوه ل 75 درهم. انا كنت خديته ب 99 درهم للمتر، دابا وصلوا ل 75 درهم للمتر، يعني الثمن اللي معقول مزيان. وسولنا السيد، بالحق سولناه، داك نعرف شرينا الثوب، سولناه قلنا ليه واش مزيان هبطش في الثمن، قال لي راه في الصيف كان واصل حتى ل 50 درهم. حنا ما كناش عارفين هادشي، يعني حنا فاش عجبنا كان الثمن ديالو 99 درهم وخديناه، ما كتبش ناخذو بالثمن اللي هابط، معليش. المهم غير مالوغوزمون هاد البروموسيون هذا كان اليوم هو الاخر فيه، حنا ما كناش عارفين، يعني مشينا غير باغازا لقيناه، يعني النهار الاخر هو اليوم، حقاش اصلا عطاو فيه 10 ايام المده ديال ديك البيريود اللي غيكون فيها البروموسيون 10 ايام، ودغيا سالات دغيا طارت. فبغيت نقول لكم البنات انه ايكيا فيها حويجات زوينين، ولكن بقاو مره مره تراقبوا وتسولوا وتشوفوا، بحال هكا كيديروا شي اثمنه هابطين ومناسبه للجميع. نوضوا دابا نقضيو غرض، وهذا هو الشكل ديالها ملي انستاليناها. فما شاركتش معكم الانستالاسيون حقاش البنات كنت قلت لسي محمد لا هبط هبط السوارت ديال الدار باش هكا الله يحفظ ما يقصوش الضوء ولا شي حاجه، داكشي علاش ما شاركتش معكم. وكنت شاده ليها هكا التليفون باش نصيب ليه يبان ليه الضوء هكا يخدم مرتاح، وبقيت انا مرتاحه حقاش انا كنخاف من الضوء صراحه، ما كنخليش يصيب شي حاجه على راحته في الدار. صافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم وخليتكم على خير، وفيديو ماشي نتلاقاو ان شاء الله. سلامه.